الحمد لله أخيرا. على البداية يا الله، بالنسبة لك هيك ألعاب يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحمد وزردين، رجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم راح نلعب لعبة جولفنج اوفر ريد. اللي بعرف لعبة جولفنج اوفر ريد هي تقريبا نفس الفكرة، نفس الجلطة، نفس الصعوبة، بس هاي بتتحكم بكرة جولف مش بالشخص. لكن بدون ما نطول أكثر راح تفهموا اللعبة خلال الفيديو. لا تنسوا اللايك والاشتراك وليتس جو. اوكي، كيف بحرك هاي؟ اوكي، ها ايوه تمام. هي سودة، بقدرش، وهي بتتحرك يعني بقدرش اطيرها. استنى ما تركب بعد ما اطير. تطلع فوق الشجرة ولا انه مش عارف؟ والله ما تطلع فوق الشجرة. There's no feeling more discouraging than الله، starting over. هذا لسه موجود، هذا Another عايش hurdle to سادوة. experience if you keep playing this game. It's going to be كيف deeply نجيب؟ frustrating. بقدر اضرب You might ضربتين. trade some of تمام. that frustration for disappointment if you are willing to admit that the mistake was yours and only yours. But the feeling will only get more intense the longer you play. You're going to want to quit playing. And every time you don't, every time you find the كثير strength هذا. to keep going, ايوه you will خلاص. only be setting yourself up for a bigger fall. And if you manage to get to the top, اوكي. will that make you feel good? Will you feel that it's all been worth it? I think you will. سكت الحمد لله. تمام يلا. ترى مش لسه تحكي مش صعب زي جيت اوفرت Feel free to stop playing يا whenever you حبيبي. want. اسكت Your progress will be saved automatically. اسكت. تمام، يمين ولا يسار؟ اوكي يسار، نايس. حبيبي عالية هاي، توصل لنا كيف؟ هو بقدر اضربها كمان 3 ضربات او اكثر. شوف كيف؟ اوكي، يعني قد ما كنت بقدر اضربها بس بدون ما تضرب بشيء، يعني ضربت باي شيء حواليها خلاص بوضع بقدر اتحكم فيها. ما يصير لونها اسود يعني ضربت بشيء، بقدر اتحكم فيها. حبيبي عالي هاي، كيف بدي اوصل لها؟ زي هيك. لا تكفى، لا 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 لا، تكفى 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 تكفى، مشان الله لنص ساعة هون. يا الله، ما تقول هذا يا شباب. هيك صعب، صعب اجيبها هيك، لازم احطها فوق الكريب. الله الجلطة ضايقت. ايوه نايس، واخيرا يا الله. This game is a different take on a game that came out in 2017 titled Getting طيب Over It بعدين. with انك تقدر تكتب صوت هذا. لا هاي تحت وقعة ولا ايش؟ لا والله مش وقعة، والله تعيد هاي يا
الله. أكفى. يا ده جيب كوب. والله خايف توقع تحت. لا لا يا رب. يا شباب والله متوتر. اوكي ثواني اطلع ارجع. ايه ده ايه ده ايه ده. طيب لا الحمد لله أخيرا. لا 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 على البداية. يا الله ليش بلعب هيك ألعاب يا جماعة. يا شباب رجعنا. أيوة حلو. ليش تجيبه من هنا للمضرب طول؟ لا لا صح. يا الله يا شباب اخيرا وصلنا. طيب فبديش اعيد يا تكفى. الحمد لله الحمد لله. كيف على الشمال اكيد بقى بنرجع من البداية. يا رب ما اطيح. شوي زيادة شوي بس نقرا ننزل هون كمان شوية في مجال شوية بس امور طيبة. ما يحصل لا شعر ازرق. يلا بسم الله. Why you bully me? اوكي هذا 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 ولا صار شيء. والله صار شيء. اوكي تمام. هذا جبناه من اول مره. والله ما بتوقع شوي شوي. تكفى وقف وقف. اوكي نروح للصخر. الصخر مش فوق صح؟ تمام. على الدهون. وقف تكفي تكفي. الله لا 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 بس They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand.